النهارده منتخب مصر فاز فوز كبير وبداية مهمة ومميزة جدا جدا، وفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0. مباراة النهارده الكل كان مبسوط بيها جدا، الناس شايفة ان دي بداية قوية جدا، بداية قوية لمنتخب مصر في طريقه لمونديال 2026 ان شاء الله. اول مباراة في التصفيات انك تكسبها وبنتيجة كبيرة بسكور عالي زي 6 أهداف نظيفة، وتضع رجلك في المقدمة بالنسبة للمجموعة من البداية، ويمكن ده اللي كان بيقوله فيتوريا. فيتوريا كان بيتكلم عن المباراة دي إن هي مباراة مهمة جدا، ولازم نحصد الـ3 نقاط، ولازم نعمل فارق أهداف كويس جدا عشان نبعد من البداية ومن أولها كده زي ما بتقال عن أي منافسة وعن أي حسبة معقدة. ده اللي قاله فيتوريا في هذه المباراة قبل المباراة. النهاردة أرقام كتير جدا، يمكن شفنا طبعا تألق لافت للنظر لنجمنا وفخر العرب وفخر مصر محمد صلاح، سوبر هاتريك تاريخي وأرقام قياسية كتيرة جدا عند ملك الأرقام. النهاردة بيحط 4 أهداف، وكمان عندك يمكن كتيبة المحترفين النهاردة هم اللي صنعوا الفارق مع منتخب مصر. صحيح كل اللعيبة كانت مهمة جدا، ولكن الـ6 أهداف جم عن طريق اللعيبة المحترفة، سوبر هاتريك لمحمد صلاح، وهدف لمصطفى محمد، وهدف لتريزيجيه. المباراة كانت جميلة، المباراة كانت ممتعة، يمكن ما شفناش أي هجمة خطيرة بالنسبة لمنتخب جيبوتي. صحيح المنتخب الجيبوتي أو الكرة في جيبوتي ما هياش أفضل شيء، ولكن أنت دايما بتحترم أي منافس، أنت داخل مركز بتحترم كل المنافسين، عينك على الصعود لكأس العالم دون الدخول في أي حسبة. أنت عايز تخلص نفسك أول بأول، وإنك تخرج كمان بشباك نظيفة ده الأهم. أنت بتطمن على منتخب مصر، صحيح هو مش اختبار قوي جدا، ولكن الفكرة في إنك تاخد كل المباريات بعقيدة واحدة، بهدف واحد، بدافع مهم جدا قدام كل المنافسين مهما كان حجم أو تاريخ أو قوة المنتخب اللي أنت بتلعبه. ده شيء في منتهى الأهمية، لازم نستمر على ده. لاعب جيبوتي صحيح مش منافس اللي هو من فرق الفرق الأولى في القارة الإفريقية، ولكن أنت بتتعامل مع كل مباراة بجدية فبتكسب. ده اللي انت هتقابله، ده اللي انت هتواجهه في الفترة اللي جاية. عندك مجموعة ممكن تكون مش أقوى مجموعة، الناس ممكن تكون مستسهلة المجموعة، لكن عندك جيبوتي، عندك إثيوبيا، عندك سيراليون، عندك بوركينا فاسو، عندك غينيا بيساو ومنتخب جيبوتي، فأنت قدام مجموعة تقدر تقول متوسطة لا يستهان بأي منتخب في أفريقيا. هتحترم كل المنتخبات، هتلاقي نفسك بتعدي والدنيا ماشية كويس. ده شيء في منتهى الأهمية، وماتش كان كله أرقام قياسية وأرقام مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر. شفنا الهدف الأولاني صنعه مصطفى محمد وصلاح كالمعتاد. الأهداف كانت جميلة جدا، في سلاسة، في تفاهم. صحيح احنا ضيعنا أهداف كتير جدا، زيزو ضيع، مصطفى محمد ضيع، وحتى محمد صلاح ضيع في البداية، عمر كمال عبد الواحد، عمر مرموش. فأنت عندك شكل كويس، فيتوريا عامل شكل لمنتخب مصر، ده الأهم، إن الراجل عامل شخصية لمنتخب مصر، شخصية هجومية، وده اللي احنا كنا دايما بننادي بيه. لما كان معانا هيكتور كوبر ووصلنا لكاس العالم كنا بنقول لا برضه احنا مش مبسوطين. الكرة المصرية دايما ان احنا بنحب الكرة الهجومية، بنحب نحرز اهداف، بنحب نبقى لينا الغلبة دايما في المباريات. فحتى هيكتور كوبر لما صعدنا كاس عالم كان الناس مش عاجبها الاداء. ففيتوريا عنده شخصية زي ما بيقولوا كده ايه، بتتطبع على الفريق، شايفين شخصيته الهجومية على فريقنا، شايفين لمساته، شايفين أفكار حلوة جدا بينفذها في أرضية الملعب لاعبي المنتخب
المصري. مليون مبروك للمنتخب المصري وحصد 3 نقاط واعتلاء جدول المجموعة بالنسبة لمجموعتنا في تصفيات كأس العالم 2026. فوز مهم جدا، وخلي بالك انت عندك التزام قاري مهم جدا هيبقى في كوت ديفوار في يناير اللي جاي، بطولة أمم أفريقيا أو كأس الأمم الأفريقية. أنت عندك بطولة هتبقى مهمة جدا، شفنا كل المنتخبات بتستعد، المنافسين حتى اللي فيها الفرق بتاعت شمال أفريقيا زي ما شفنا المنتخب المغربي والنتائج المميزة جدا اللي أداها في كأس العالم قطر 2022، وشفنا منتخب قوي. ولما وليد الرجراجي المدير الفني المنتخب المغربي اتسأل، انت كده خلاص الشارع المغربي هيطالبك بان انت تاخد امم افريقيا اللي جايه في كوت ديفوار، فالراجل قال لهم انا هدفي في كوت ديفوار ان انا اوصل المربع الذهبي. فانت عندك كل المنافسين اقوياء، عندك بطوله بتقام على ارض كوت ديفوار، فهتلاقي كوت ديفوار بتقدم نسخه ممكن تكون مميزه جدا وممكن ترجعنا لكوت ديفوار ايام ديدييه دروجبا ورفاقه. فانت عندك منافسين اقوى جدا. هنعتبر ان المباريات بتاعت كاس العالم دي حتى لو هي مش بالقوه الكبيره ولكن هي مباراه رسميه،